استقبل فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها لليمن ضمن جولة له في عدد من الدول العربية. وقد رحب فخامة الدكتور رشاد العليمي بزيارة وزير الخارجية إلى اليمن، وكلف فخامته وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنيات فخامته لهما بموفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها بدوام النماء والازدهار. أشاد فخامة الرئيس اليمني باستضافة مملكة البحرين لعمل القمة العربية 33 برئاسة جلالة الملك المعظم، معربا عن ثقته في نجاح القمة في تحقيق أهداف وتطلعات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية لتعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك. وقد أعرب سعادة وزير الخارجية عن سعادته بزيارة الجمهورية اليمنية ولقاء فخامة رئيس مجلس الرئاسة، ونقل إلى فخامة الرئيس تحيات وتقدير صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والعافية وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. تم خلال اللقاء بحث علاقات الأخوة الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن والجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التنمية في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الوضع في غزة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.